ونخش بقى في كلام عن النادي الاهلي. النادي الاهلي كسب ماتش صعب جدا ومهم جدا مع سيمبل تنزانيا يا كابتن. فرقه كانت منظمه جدا، جايبين عبد الحق بن شيخه مدرب كبير، وعندنا بقى ماتش تاني هنا انا مش شايفه. كابتن اسلام لسه كان بيقول لا يقل اهميه عن الماتش الاولاني حتى بالنتيجه اللي احنا كسبنا بيها دي. الفرقه هناك قويه جدا، احنا كمان كان في ظلم تحكيمي، وارد يبقى في ظلم تحكيمي هنا، حكم كان فاجر يعني، ضربه جزاء 100%. شايف كولر ممكن يتعامل مع الماتش التاني هنا ازاي؟ وفي نفس الوقت احنا في لعيبه استهلكت، 7 لعيبه تقريبا كلهم بلا استثناء لعبوا ماتشين منتخب مصر وماتش النادي الاهلي. لو انت مكان كولر الماتش هنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ اولا انا معاك ان الماتش هنا اصعب بكتير. لسه كابتن السنكر بيقول كده برضه. ليه اصعب بكتير؟ الجو افضل ليهم. ايوه افضل ليهم، ملعب افضل ليهم، هم اصلا فرقه كويسه، فرقه منظمه، عندهم حلول، والاول مره معاهم مدرب كويس، تمام، عندهم حلول، عندهم طرق لعبه بتتغير والماتش شغال. يعني مش مثلا ايه احنا بنلعب على ان احنا هنخترق من العمق فاذا هي مقفوله فانا مش عارف اعمل ايه، لا ده هو ممكن يلعب اتجاه ناحيه الشمال شويه ونركز هنا، مقفوله اروح مغير في النص، مغير اروح ناحيه الثانيه، هو عنده حلول. دي فرقه تضايقك طبعا، واللعب الضيق مميزين فيه، والفرق اللي بتلعب لعب ضيق مميز تعرف ان هي فرقه كويسه. وفي كمان نقطه، انت في دوري السوبر الفرقه دي كسبناك في تنزانيا. بس خلي بالك بس ان اوعى تاخد مباراه وتقيس عليها. صح. ليه؟ صح. لان كل مباراه ليها حساباتها. انت لو انت ظروفك يعني جاهز نفسيا وبدنيا، انا شايف ان اللي احنا لعبنا بالليل الماتش ده، احنا بنلعب في رمضان غالبا كان الماتشات دي كلها الظهر طبعا، لسه كنا بنتكلم في النقطه دي قبل الفاصل. تمام. لعبنا بالليل الماتش ده والجو مع الملعب، ملعب تنزانيا ده الملعب بقى خرافي يعني، الملعب ده زي ما يقول، والرطوبه كمان كانت عاليه. بس لا، انت لعبنا بالليل ده وفر علينا مجهود كبير جدا طبعا. خلانا في اول 4 دقائق نقدر نجيب جون على الاقل. تمام. يعني لو الحكم ده كان فير ضربه جزاء كمان يبقى 2-0. تمام. فارق معانا جدا هناك. هم بقى النقطه بتاعه الجوله اللي حضرتك بتقولها دي هتفرق معاهم، مع ان ده تاني المدرب بقى فهمهم، المدرب بتاع مش فهمهم كمان. مش سلبيه. لا هو معاهم مدرب فهمهم خلاص وقراهم واختار منهم لعيبه وبقى عنده تشكيل. المدرب ده كان ثالث ماتش ليه، ماتش الاهلي. طيب انا شايف الاهلي عايز يكسب يلعب زي نص ساعه البدايه. ايه النص ساعه البدايه اللي احنا اشتغلناها اللي كان الاهلي مميز فيها؟ هنلعب في التلت اللي في نص الملعب، سايبين ما بنضغطش فوق ولا راجعين تحت اللي هي في ال 18، فانت بتلعب في التلت فين؟ اللي فوق، التلت اللي فوق واقفين ازاي؟ مرتبين جدا. ثلاثة في نص الملعب واقفين تقريبا. مروان بينزل شوية، كوكا بيقفل، السولية بيقفل الناحية التانية، الطرف بيدخل، حسين بينزل لتحت، فالدنيا مقفلة طول لحد 30 دقيقة 35 انت ما عندكش مشكلة. ما عندكش مشكله ايه؟ خلي بالك مش معنى ان انا حتى منظم ان انا هيجي على فرص. انت قصدك الحذر بتاع الديفندرات بتاع نص الملعب مع تحرك الونجات. انت تركيزك اللي لما طلعنا في نص او في التلت اللي في النص هنا وبقت الخناقه كلها هنا، فبيبعدك عن بيبعدك. لما ابتدينا الشوط الثاني رجعنا سنه، العامل اللي بدني بدا يظهر، مروان بدا الى حد ما برضو العامل برضو كان استهلك. فبدانا نعمل ايه؟ بقينا في التلت اللي في النص في ال 18، فالضغط فعندك مشكله. اتحلت امتى؟ لما بدات تنشط الحته الهجوميه، فبداوا هم يقلقوا فبداوا يرجعوا تاني فين؟ في النص بتاعك. فانت يعني القصه كلها في ايدك انت كنادي اهلي، انت هتلعب فين؟ ولازم لعبتك تبقى جاهزه بدنيا وذهنيا وفنيا. الجول بدري بيخلي الفرقه تبقى حالتها احسن، الحته النفسيه. لا قدر الله بيجي فيك جون، طبعا نفسيا بتبقى بتتضايق، فممكن تبقاش احسن حاجه افضل حاجه. الجون بدري ده بيخلي الماتش بالنسبه لك اسهل، ولكن انت بتلعب في انهي تلت وواقف ازاي ده مهم جدا. خلي بالك الفرقتين، الفريق سيمبا تعادل معانا هنا وهناك، فرقه منظمه ومعاه مدرب دلوقتي كويس كمان، ودلوقتي واضح جدا الشغل التدريبي معاهم.